انتهى الفرز والعدل الفرز. شلون شلون ايش تحسب من جديد سياده الناس ورق سكون اي انزل انزل إذن نقلنا لكم مشاهدينا عملية فرز وعد الأصوات بعد انتهاء الاقتراع لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي. وفي هذا الخبر العاجل وبحسب ما نقلنا أيضا العساوي إذن يحصل على 158 صوتا، المشهداني يحصل على 137 صوتا، الأوراق الباطلة كانت 13 ورقة، أما عامر عبد الجبار فحصل على 3 أصوات. إذن العساوي يحصل على 158 صوتا والمشهداني على 137 صوتا.